أخطر موجود في هذا الوجود. الحسد يخرب البيوت ويدمر الأسر ويفشل الناجح ويفرق بين المرء وزوجته ويذهب بالمال ويفسد التجارة ويهلك الحرث والنسل ويتسبب في موت الإنسان ومرضه وإعيائه وهلاكه. أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. والله الحسد أخطر من السحر. نعم أقول هذا عن تجربة. الحسد أخطر من السحر، لأن السحر يقع على أشياء ولا يقع على أشياء أخرى. أما الحسد فإنه يمكنه أن يدمر ويهلك ويفسد أي شيء تقع عليه عين العائن وحسد الحاسد. أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. وتتفاقم المشكلة وتتأزم المصيبة، تكون المصيبة أكبر وأعظم حين يكون الذين يحسدوننا قريبين منا، يعيشون معنا أو بجوارنا أو جيراننا أو لنا ولهم علاقات أو بيننا وبينهم مصاهرة ونسب، يجيئون إلينا ونذهب إليهم يزوروننا ونذهب إليهم يزوروننا ونزورهم. هنا المصيبة تكون أكبر. لأن الذي يحسدنا بيننا معنا يصاحبنا يعيش بيننا. وهنا أيها الحبيب أقول لكم، يكون لزاما علينا أن نعرف هؤلاء الحاسدين وأن نكشفهم حتى نحتاط منهم ونأخذ حذرنا ونحصن أنفسنا. وهنا السؤال الأخطر والسؤال الأكثر أهمية، يا عم الشيخ لكن أنا كيف أعرف الحاسدين؟ ممكن يكونوا قريبي فعلا، ممكن يكونوا جيراني، ممكن يكونوا أصدقائي، يمكن يكونوا أنسبائي، ناس يعني بيننا وبينهم صلات، لكن للأسف نحن لا نعرفه. يعني إحنا مثلا هنشم على ظهر إذن هنعرف الحاسدين إزاي؟ لهذا أعددت لكم هذه الحلقة التي والله هي من معين العلم، خلاصة التجربة وخبرة السنين وزبدة الزبد. جمعت لكم 7 علامات أكيدات تعرف بها أن الإنسان الذي أمامك حاسد. 7 علامات إن رأيتها في الإنسان الذي أمامك تعرف أنه حاسد وبإمكانه أن يحسدك أو هو يحسدك بالفعل. ثم بعد ذلك لن أكتفي بهذا فقط في هذه الحلقة إن شاء الله، بل سأقول لك كيف تحصن نفسك منه في نفس اللحظة، في ذات اللحظة. يعني بمجرد ما تشوف عنده العلامات دي، يعني كلها أو بعضها أو شيئا منها أو حتى علامة واحدة من هذه العلامات، وعرفت أنه هو فعلا إنسان حسودي، كيف وأنت معه وأنت جالس أمامه وجلس أمامك في نفس اللحظة، يعني كيف تحصن نفسك وترقي نفسك منه بحيث لا يصيبك شره ولا ضرره ولا أذاه. أجارنا الله وإياكم. ولذلك يا جماعة الخير خلوا بالكم قبل يعني ما أبدأ في هذه العلامات، أهل العلم لما تكلموا عن الجماعة الحاسدين دول ربنا يكفينا شرهم، قالوا إن جزء منهم أو صنف منهم يحسد وهو لا يدري أنه يحسد. وده خلي بالك ممكن يحسد بيته وأقاربه وأهله وجيرانه وأصحابه وأعز الناس ليه، لأنه هو مش عارف نفسه إمتى بيحسد ولا يتحكم في عينه التي تحسد. أي أيوة والله قالوا كده. قالوا ومن الحاسدين صنف يحسد وهو لا يدري أنه يحسد ولا يتحكم في عينه التي تحسد، فلا يدري أصلا متى يحسد ومتى لا يحسد. فإحنا النهاردة زي ما قلت لك أهي علامات 7 تكشف بها الإنسان الحاسد عشان تخد بالك منه وتحصن نفسك منه في نفس اللحظة كما سأبين لك الآن. والآن نبدأ على يعني في ذكر هذه العلامات على بركة الله. العلامة الأولى التي تعرف من خلالها أن الشخص الذي أمامك حاسد، رجلا كان أو امرأة، العلامة الأولى كثرة الأسئلة عن دواخل الخير الذي عندك والاهتمام بأدق التفاصيل. الله الله على الكلام، خلي بالك. كثرة الأسئلة عن دواخل الخير الذي عندك والاهتمام بأدق التفاصيل. الإنسان الحسود إنسان فضولي جدا، ودائما يسأل يعني أسئلة كثيرة عنك وعن نفسك، خصوصا في مناحي الخير والشر. يعني مثلا تجرت بإيه؟ كسبت كام؟ ربحت كام؟ طب خسرت إيه؟ طب عملت إيه؟ طب جبت كام؟ طب وفرت من إيه؟ أسئلة كثيرة جدا في أدق التفاصيل من ناحية المكسب والخسارة، المفروض الإنسان الطبيعي والإنسان العادي ما يسألهاش. وخلي بالك هو بيسألك عن الخير عشان يحسدك، وبيسألك عن الخسارة عشان يفرح فيك. ولذلك إذا وجدت إنسان أيا كان هذا الإنسان قريب أو غير قريب يجلس أمامك يسألك كثيرا عن مكسبك وعن خساراتك، اعرف أنه ده إنسان حسودي. يبقى تخد بالك منه وتحصن نفسك، وسأقول لك بعد هذه العلامات إن شاء الله كيف تحصن نفسك منه في ذات اللحظة. إذا
العلامة الأولى كثرة الأسئلة عن دواخل الخير التي عندك أو الشر الذي يصيبك والاهتمام في ذلك بأدق التفاصيل. العلامة الثانية الانفعال اللا إرادي. خلي بالك أنا بنحكي لك كل ده وهو قاعد قدامك هتشوف الحاجات دي وهو جالس أمامك. العلامة الثانية الانفعال اللا إرادي المصحوب بدهشة حاقدة عند سماع ما فيه خير له. الله أكبر، إزاي ده مولانا؟ بمجرد ما أنت تكون قاعد معاه ويسمع عنك خبر كويس أو أنت تحكي له حاجة كده على نياتك، يعني بنية صافية، تحكي له حاجة أنت كسبت فيها ولا ربحت فيها ولا نعمة من نعم ربنا ظهرت عليك، يحصل له إيه؟ قال لك انفعال لا إرادي مصحوب بدهشة حاقدة. وسأضرب لك مثالا، مثلا هو جالس أمامك وقلت له والله إذا أنا شريت حتة أرض مثلا وكسبت فيها 200,000 جنيه مثلا، يعني تلقاه إيه؟ هتحصل له دهشة، الله ده إمتى؟ وأنت جبت الفلوس دي من فين؟ ومن اللي باع لك؟ ووفرتها إزاي؟ سبحان الله كده. ليه يا جماعة الخير؟ لأن الإنسان الحاقد لا يتحكم في نفسه. خلي بالك من انفعالات لا إرادية. قال شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه: وإنما يحركه الحسد والنار التي في صدره، فتظهر منه حركات وأشياء انفعالية تظهر عليه في نفس اللحظة، تلقاه كده برق بعينيه وظهرت عليه الدهشة الحاقدة. أنت جبت الفلوس من فين؟ أنت مش مثلا إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يزيدك ويكرمك، لا، ستجد عليه دهشة وأشياء انفعالية هي خارج عن سيطرته. طيب العلامة الثالثة قالوا إيه؟ السرحان المصحوب بضيق في العينين حين تذكر أمامه النعمة التي عندك. أحيانا اللا انفعال الذي يحدث في وجدانه يتحول والعياذ بالله إلى سرحان، يسرح كده ويبعد عنك ويروح في ملكوت تاني، في دنيا تاني، يقعد مع نفسه كده إيه يحسب لك ويطرح لك ويجمع لك وكسبت وعملت، وتحس إنه هو كده نزل عليه سهم الله، راح كده في سرحان في ملكوت الله. ممكن يغيب عنك دقيقة دقيقتين هو نفسه مش عارف أنت بتحكي قدامه إيه ولا بتقول له إيه ولا بتعيد له إيه. يبقى العلامة الثالثة حين يحدث السرحان المصحوب بضيق في العينين، لأنه بيرتب لك وبيحسب لك هو إيه في داخله. حين يحدث عنده ذلك السرحان المصحوب بضيق في العينين حين تذكر النعمة أمامه التي عندك، اعرف إن الإنسان ده إنسان حقودي وإنسان حسودي ولازم تاخد بالك منه. العلامة الرابعة ودي مهمة جدا، قال أهل العلم: بمجرد مجيئه في بيتك أو حديثه معك تنقلب حياتك رأسا على عقب. أجارنا الله وإياكم. أول ما يدخل عندك الإنسان الحاسد ده أو الإنسان الحاسد ده، أختي بالله تخلي بالك، أول ما تدخل عندك البيت وتكونوا كده إيه مصطفين أنت وجوزك والدنيا رايقة كده وتمام والأمور هادية بينك وبين أولادك وبين جوزك ومستكنة ومستقرة والدنيا كده بتسودها المودة والمحبة والألفة، بمجرد ما يدخل الحاسد أو الحاسد البيت ويشوف القصة دي أمام عينيه يبدأ البيت كله ينقلب رأسا على عقب، ومشاكل ونكد وعرق وخصوم، وعلى أتفه الأسباب ما تعرفش سبحان الله إيه اللي حصل، وممكن الأشياء الثمينة اللي عندك في البيت تبوظ وتخرب. ولذلك أنا دائما أنبه أقول: لا تطلعوا الحساد على ثمائن ونفائس ما عندكم من المقدرات والمدخرات. دائما أقول هذا الكلام، عندك حاجة غالية ما توراهاش لحد بيحسك، ليه انت ليه عايز تضر نفسك؟ يا اخي ده لو انت ليه عندك في البيت وفخم كده وشبوه حلو ودخل عندك حد حاسد او واحده حاسده ما تخلوش يقعد عليه، يا اخو يترزع في اي مكان وخلاص، ما توريهوش ذهبك، ما توريهوش زينتك، اعزك الله ما توريهوش الاشياء اللي هي ذات قيم. ليه؟ لانه يحسدها. ولذلك ورد في الاثر انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ستنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن زوجها وعن أولادها وعن آل بيت رسول الله أجمعين، اللهم آمين. كان عندي ستنا فاطمة الزهراء وكان سيدنا الحسن لازال طفلا رضيعا، زي ما قلت كده في لهجتنا المصرية إيه طفل لسه في اللفة. وبعدين هم يعني سيدنا النبي جالس مع عندي ست يعني مع ستنا فاطمة، طرقت الباب امرأة، النبي من صوتها لما ستنا فاطمة قالت من؟ قالت فلانة، النبي من صوتها عارف انه فلانة دي الحسادة دي مرة حسودية. فسيدنا النبي قبل ان تفتح ستنا فاطمة البيت امرها ان ترفع الحسن
من على فراشه، ثم جاء النبي بصخرة، جالب كبير كده بصخرة، ووضعه على فراش الحسن وغطاه بفراش سيدنا الحسن رضي الله عنه. طبعا دخلت المرأة الحسانة دي وبتحكي كده مع ستنا فاطمة، وكل شوية تبص ايه على فراش سيدنا الحسن، تحسبه فيه، تحسب انه سيدنا الحسن لا زال موجودا في فراشه. وبعدما خرجت أمر رسول الله ستنا فاطمة رضي الله عنها أن ترفع الغطاء من على الصخرة اللي حطوها في مكان سيدنا الحسن رضي الله عنه. يقول الراوي: فوالله الذي لا إله غيره، لما رفعت فاطمة الغطاء من على هذه الصخرة، إذا بتلك الصخرة قد تهشمت على أربع قطع، على أربعة أجزاء. أول ما رفعوا الفراش من على الصخرة، لقوا الصخرة متفتتة من إيه؟ من الحسد، من هذه المرأة الحاسدة. ومن هذه القصة خرج من عندنا احنا المثل المصري الشهير اللي احنا بنقول فيه إيه؟ العين فلقت الحجر، العين فلقت الحجر فعلا. وعشان كده يدخل عندك الحاسد البيت، يدخل عندك الحاسدة البيت، ما توروهوش أي حاجة ثمينة أو أي حاجة لها قيمة. ولو عندك عيال أولاد خايف عليهم في البيت، برضو ما تخلهمش قدامه، ما تخلهمش يشوفهم. ليه؟ لأنه من السهل جدا ومن الممكن طبعا أن يحسدهم. إذن العلامة الرابعة: بمجرد مجيئه في بيتك أو حديثه معك، ستنقلب حياتك أخي في الله رأسا على عقب. العلامة الخامسة التي تعرف منها أن الذي أمامك حاسد ومن السهل جدا أن يحسدك، قال أهل العلم: تصدر منه بعض الحركات اللا إرادية. الله أكبر، إيش؟ تصدر منه بعض الحركات اللا إرادية حين يعرف عنك أخبارا سارة. زي إيه يا مولانا؟ كالضغط على الفكين وتحول العينين ونفس متحشرج في الصدر أو حكة في الرأس أو تثاؤب لا عن غير حاجة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. والله ده كلام زبد، يعني عايزين نخلي بالنا منه، يمكن مش هتسمعه كتير، مش هتسمعه في أماكن كثيرة. خلي بالك، قلنا إن الإنسان الحاسد يتحرك لا عن سيطرة في نفسه، وإنما حين يسمع نعمة الله على عباده ويرى أثر الخير على عباده ويعرف الخير الذي عندك، يبدأ الحسد يتحرك في صدره نارا تأكله والعياذ بالله، فيتحرك حركات انفعالية غير محسوبة، غير محسوبة، مش بيسيطر على نفسه. فأول ما انت قاعد كده على نياتك معاه وبتحكي له كده في خير وبتحكي له في حاجة كويسة، تبدأ تحصل عندي حركات انفعالية لا إرادية. زي ايه؟ ضغط على الفكين، تلقاه يعمل كده هون. دول ايه؟ يدعشوا كده ويتحركوا. ليه؟ بيكتم، بيجز على أنيابه عشان يكتم الغيظ والعياذ بالله والحقد الذي في داخله. قالوا ايه؟ كضغط على الفكين او تحول في العينين، تلقى عينه ايه كده بدأت تروح وتيجي، او نفس متحشرج في الصدر، يقول ايه؟ عايز يطفي النار اللي جواته، اجارنا الله واياكم. او ايه ثاني يا مولانا؟ او حكة في الرأس، يقعد كده ايه يهرش في دماغه، أو تثاؤب لا عن غير حاجة. التثاؤب اللي هو كده، أول ما تحكي له يقول والله ده أنا ربنا رزقني في الموضوع الفلاني في المشروع الفلاني وعملت كذا، يبقى يعمل لك إيه؟ خير ماشي. سبحان الله العظيم، عايز يشغل نفسه بأي حاجة، حاجات انفعالية عشان ما فيش حاجة إيه تظهر على تعابير وجهه وتفاصيل جسده، أجارنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. إذن العلامة الخامسة حركات لا إرادية بتحدث معه حين يسمع عنك أخبارا سارة أو يسمع منك أنه في نعمة ظهرت عليك أو في خير جالك. طيب العلامة السادسة: الغمز واللمز في أي إنسان يذكر أمامه كان فقيرا وفتح الله عليه. إيه معنى الكلام ده؟ لو جبت له سيرة واحد كان فقير ومحتاج والحالة يعني على قدها وحاله متعصر، وبعدين قلت له خلي بالك وربنا فتح عليه وعطاه من وسع، تجد الإنسان الحاسد الحاقد يغمز ويلمز في هذا الإنسان اللي كان فقير وربنا وسع عليه، يقول لك يا عم ده محدث نعمة، ده شبع بعد جوع،
وبعدين تلاقي يقول لك واحنا عارفين الفلوس اللي جاته دي من فين؟ ما يمكن اشتغل في المخدرات، تاجر في المخدرات، ولا فتح ولا اشتغل في الحرام. آه سبحان الله العظيم، ما يعجبهوش انه واحد كان حالته تعبانه فقير وربنا رزقه وربنا عطاه من واسع، يقول لك لا ده اللي اشتغل في الحرام ولا فتح في الحرام، يعني سيبنا منه وبتاع والقصه دي. اه فتجده ايه يغمز ويلمز في اي انسان يذكر امامه كان فقيرا وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. طيب العلامه السابعه والاخيره، تراه دائما ينسى التحصين من الحسد الذي يحمي به نفسه والذي امامه، وذلك من شدة انفعاله الحاقد من الداخل. زي ما قلت لك هو ما بيسيطرش على نفسه. الإنسان السوي أول ما يشوف معك نعمة أو يرى أمامه خير أو يسمع عنك خير يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ربنا يا أخي يزيدك ويكرمك ويرزقنا جميعا من فضله. ده الإنسان السوي المعتدل اللي هو مش حاسد، إنما الحاسد لا مستحيل يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مستحيل. إنما لو الخير معه تجده يعجب بنفسه، لو الخير مع حد ثاني تجده يحقد عليهم ويحسد. ولذلك في سورة الكهف ربنا نقل عن كلام الرجل الصادق اللي بيكلم أخوه العاصي أو الكافر، يقول له إيه؟ فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيوة كده، أنت نفسك عشان تحمي نفسك وتحمي غيرك أول ما تشوف نعمة ظهرت على عباد الله، خير طرأ على إنسان، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة. لكن الإنسان الحاسد لا، ما يقدرش يقول كده، ما يقدرش يقول التحصين ده. أول ما تلقاه بيظهر عليه حركات الانفعالية والضجر وغيظ ويبدأ يحقد ويحسد ويرمي سهام حسده على الناس، أجهرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم. يبقى دول يا إخوتي السبع علامات التي تعرف من خلالها أن الإنسان الذي أمامك إنسان حاسد وتخد بالك منه وتحصن نفسك منه. طيب يا مولانا أنت وعدتنا أنك ستذكر تحصين، أن احنا نحصن نفسنا في نفس اللحظة وفي نفس الوقت، نعمل إيه؟ أيوه ها جينا هنا المربط الفرس والجزئية الأهم والأخطر في الحلقة. أنت ذكرت لك الآن العلامات دي، وجدت هذه العلامات في إنسان حاقد وظهرت عليه هذه العلامات بعضها أو كلها أو شيء منها أو حتى علامة، حتى لو علامة واحدة، أنت خذ حذرك واحتياطك. ربنا كان كده في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فأخذ حذرك واحتياطك منه. نعمل إيه يا مولانا؟ في سرك من غير ما تحرقه ولا يحرقك، في سرك كده تقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا حضطر أذكرها بصوت عالي عشان أنتوا تسمعوها، لكن لما أنت تأتي تقولها تقولها في سرك، تقول ايه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أول ما تشوفه بدأ ايه نار الحسد بدأت معاه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترددها كده في سرك. ولو قدرت تقرأ سورة الفلق اقرأها في سرك برضو، ما توجهلهوش هو أي كلام. يعني بعض الناس يقول له أول ما تشوف واحد مثلا تخاف أنه يحسد يقول يا عم صلي على النبي، ما يمنعش حسده. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة وكبيرة وكذا، بس حتى لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعش حسد. انت ممكن تقول له قول يا اخي قول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ها لكن ما وردتش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحسد مع عظيم قدر الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت من غير ما تحرقه ولا تبين له انك انت عرفت ولا كشفت ولا بتاع، وعايز تحرقه احرقه يعني براحتك، انا بس يعني احنا برضه عايزين كله طفاء مع على قدر المستطيع يعني، لانك عايز تحرقه براحتك يعني، بس انا اقول لك في نفسك كده وتردد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولو قدرت زي ما قلت لك تقرأ سورة الفلق من أولها اقرأها، وبعدين إيه تركز عليه، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، إيه مع نفسك كده على طول في نفس اللحظة في نفس الوقت ستبطل حسده وستوقفه عند حده بأمر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.